السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة في مطبخ الاء هنعمل مع بعض اللحمة المسلوقة، مع انها حاجة سهلة جدا في عمايلها، ولكن احنا بنستخدم شربتها في معظم الخضروات بتاعتنا او في معظم طبخنا اصلا، وده من الاسباب اللي بتخلي طعم الاكل حلو جدا، بس مش اي حد يقدر يعمل شوربة طعمها حلو. النهاردة ان شاء الله بقى هنعملها مع بعض، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل وصفاتي، واكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في وصفة النهاردة. يلا نبدأ مع بعض.